ضعوا إبراهيم في آلة المنجنيق بعد أن توثقوه، وألقوه في النار من مكان عال ليموت على سوء فعلته في نار الآلهة. هكذا انتقمنا لآلهتنا، هكذا ثأرنا لولاة أمرنا وساداتنا. وليكتب التاريخ أن النمرود هو من حقق كل المعجزات وصنع أكبر محرقة لن ينساها الزمان. وظل لوط يصلي ويدعو لإبراهيم أن ينجيه الله من هذه المحنة الكبيرة ومن هذا البلاء العظيم. وقد استجاب الله تعالى لندائه، كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وعن أبي هريرة قال: لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير: جعل ملك المطر يقول: متى أؤمر فأرسل المطر؟ فكان أمر الله أسرع. وقال ابن عباس: لولا أن الله قال: وسلاما على إبراهيم، لآذى إبراهيم بردها. يا ولدي، يا حبيبي، لا أستطيع تحمل ما أراه. رحمك رحمك أيتها الآلهة، رحمك أيتها الآلهة. هذا ما جناه إبراهيم على نفسه وعلينا. إن إبراهيم ما زال حيا في النار. لا مستحيل. زيدوه وقودا حتى يتلاشى تماما. إبراهيم حي في النار. ماذا تقول؟ إبراهيم حي في النار؟ يا للهول، يا للعجب، إن إبراهيم حي في النار. ماذا؟ إبراهيم حي وهو في النار؟ كيف؟ إنه لساحر سحر الناس.
خذوني لولدي، خذوني لولدي إن كان حيا، خذوني إليه. إبراهيم يشير لنا، يريد أن يحدثنا. لا أصدق كل هذا. إبراهيم يمكث في هذا الجحيم ولا يحترق، إنها معجزة كبيرة. يا له من إله قدير، كيف فعل كل هذا يا وزير؟ ابحث لي عن إله إبراهيم، أريد أن أعرفه أكثر. النار، النار التي تأكل الأخضر واليابس، النار التي تخرج من بطون الأرض ومن جوف البحر، لا تحرق إبراهيم. كيف حدث هذا؟ أمر ماذا سنعمل بعد اليوم؟ تجارتنا بارت، عزتنا زالت، مكانتنا أصبحت في أسفل سافلين. الذي فعل بنا كل هذا هو إبراهيم، وإني لفاعل مثل ما فعل. كيف؟ تفعل مثل ما فعل إبراهيم؟ هل ستهدم الأصنام يا هاران؟ سوف أشعل النيران في البلدة كلها وألقي بنفسي فيها، وستكون برداً علي مثلما